السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي. عندي تمرين بالأكتيفيتي بوك صفحة 3 يونت 1 لسن 2. هذه خاص على البريزنت كونتينيوس، وأنا شارحة بريزنت كونتينيوس المضارع المستمر، موجود بقوائم التشغيل، فأحب أن أذكركم به. المضارع المستمر ياخذ فعل مساعد وفعل زائد اي ان جي، والاي ياخذ ام، وهي وشي وات ياخذ از، وذي وي ويو ياخذ ار، وفعل زائد اي ان جي بحالة الافيرماتيف طبعا، والنيجاتيف ازنت او ارنت او ام نوت، وبالكويستشن نقدم الفعل المساعد على الفاعل. زين. But the verbs in brackets into the present continuous. يقول ضع ما بين الأقواس هذه الأفعال في زمن المضارع المستمر. Number one, the numbers of tourists go up. تقول يعني هذا رقم واحد، نقول the number رقم واحد التورست يعني السياح سياحة، فأخلي go up يعني نقول is يعني رقم واحد بالمفرد، is going احنا قلنا المضارع المستمر نضيف له فعل زائد ing، فأخلي له للgo going is هذا الفعل المساعد، لأن يعني عندي number مفرد أخلي going up. زين. number two, the number of people who live in London rise. هنا شو يقول لي؟ يقول عدد الناس اللي يعيشون في لندن رايز يعني في ارتفاع، فأخلي الـ is فعل مساعد is لأن يعني مفرد، أخلي rising اللي قلنا بحالة الـ present continuous الـ e تحذف وضيف ing، يعني نحذفها من الفعل، نحذف الـ e ونضيف ing. 3. travel cost so more people can visit other كونترز فيل. هنا شي يقول لي ترافل كوست يعني تكاليف السعر، فيل يعني يقل لذلك اكثر الناس بامكانهم ان تزور في اكثر يعني تزور البلدان الاخرى. فايش اخلي عندي فيل؟ اخلي ار لان عندي كوست هنا جمع، فاخلي ار، اخلي ار وفيلينج اضيف له ing، هاي عيني are feeling. For the number of European who don't speak English fail. هنا يقول الأعداد الأوروبيون يحتاجون يعني الأعداد الأوروبيون اللي ما يعرفون يتكلمون اللغة الإنجليزية راح يعني يقلون، فأخلي is feeling، is feeling أيضا الفعل المساعد والفعل أخلي له ing. زين. is feeling. number five, sales of computers rise. هنا sales يعني بيع الكمبيوتر، البيع يعني بيع الكمبيوتر يرتفع، نقول ار نخلي لان computers s يعني جمع، اخلي ار و rising مثل ما قلت نحذف الاي ونضيف له ing، في حالة الـ present continuous تحذف الـ e ونضيف لـ ing. زين. 6. the number of people who don't have computer go down. يقول عدد الناس اللي ما عندهم كمبيوتر راح ينخفض، يعني go down ينخفض، فأخلي is going، خلي للفعل ing، is going down تبقى نفس الفعل is going، لأن هذا الفعل is going down. هذا عيني التمرين كلش مهم يخص بالمضارع المستمر، وبالتوفيق إن شاء الله.